تعتصموا بحبل الله جميعا ويساعدكم على هذا ويجعلكم على مثل الشمس أن ترجعوا لفهم السلف الصالح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت في كتاب جمعه بعض طلبة العلم من فتاواكم وفتاوى سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين والجبرين رحمهم الله، ويقول إنكم تقولون إن تلاوة هذه الآية وهي إن الله وملائكته يصلون على النبي في نهاية الخطبة خطبة الجمعة يعد من البدع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ نعم، يختم بها الخطبة، ما ورد هذا، إنما تأتي في أول الخطبة، تأتي في أول الخطبة، أما أن يؤخرها ويختم بها الخطبة فهذا لم يرد، لكن لو فعلها بعض الأحيان في بأس، لكن لو يداوم عليها هذا لا يجوز لأنه لم يرد هذا. نعم. إذا خطب خطبة قرأ في الصلاة الآيات المناسبة لها، هذا هو الذي يقال له بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملازما لقراءة السبح والغاشية أو الجمعة والمنافقين، ولم يكن يراعي موضوع الخطبة.